أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما صحة حديث يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين؟ وهل يؤخذ منه أن يكون القاضي قويا في شخصيته؟ نعم، الحديث صحيح، الحديث صحيح، وليس في هذا تنقص لأبي ذر رضي الله عنه، لكنه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم له، أنه ما عنده استعداد، ما عنده استعداد للقيام بالمسؤولية، لأن هذه مواهب يجعلها الله سبحانه وتعالى في الناس. أبو ذر من أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، من السابقين الأولين، ومن المهاجرين، ومن الزهاد والأتقياء والعلماء، لكن ما عنده موهبة الولاية، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الولاية لأنه ما عنده القدرة على القيام بها. نعم.